يبقى زي ما قلنا الشغل دوت رسم شاشات البروجكت بتاعك، رسم شاشات بعد ما بتخلص الداتابيز تفكر بقى في شكل الابلكيشن وانت قاعد كده. وده بتاخد راي ناس بقى كتير بقى وانت قاعد، لازم ويفضل تاخد اراء مستخدمين، يفضل تاخد اراء مستخدمين. ايه رايك لو عملت ايه؟ ايوه قعدنا كده يقول لك ايه رايك لو عملت كذا، هل دي هتبقى حلوه ليك ولا لا؟ عشان كده بقول لك يفضل اراء مستخدمين كمان. ايه رايك لو عملت حاجه؟ يقول لك لا ده انا بالنسبه لي دي هتبقى اسهل. ممكن تبقى من وجهه نظرك انت حلوه بس ممكن من وجهه نظر ناس ثانيه لا. فديت وانت بترسم الشاشات بتاعتك يقول لك دي هتخش على دي، اول شاشه تبقى كذا، دي عشان توصل لها تقدر توصل لكذا. حتى هو رسم كذا شاشه بس ابلكيشن كبير. بص بقى اهو بالنسبه للعميل قوائم التطبيق دي بقى شكلها ويب دي، وانا عاملها ابلكيشن برده كمندوب. بص ده بقى زي ما قلت لك مش كان في ابلكيشن يوزر وابلكيشن ادمن وساعات يبقى ابلكيشن وسيط ما بين الاثنين. خلاص اهو القائمه الجانبيه للعميل اللي هو شغال بالدرور ليست. الشاشات الاتيه تكون نفس شاشه العميل او الشاشات المختلفه هي. لا 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 شغل كويس بصراحه. وهنا عامل لها التقييم اهو الريتنج، تقييم الريتنج وعامل كده ثلاثه صح وعلى المندوب اللي هيروح يوصل. وهنا بص بعد ما اعمل تقييم يقول لك ايه الوسام الحالي مثلا مثل تقييم التطبيق العميل، يعني يقول لك ايه دلوقتي كم واحد قيم. ادي حركه حلوه. احنا قلنا كنا نعمل التقييم ريتنج لما قلت لكم عليه هنعمل ريتنج، انا عملتها مع المجموعه اللي قبلكم. خلاص هنا برده هنعمل الحته برده دي حته برده جديده. والتابات اللي فوق اللي احنا قلنا عليها وده شغل التابات اللي تحت على فكره برده دي برده التابات، ما هي التابات اللي فوق التابات تحت بس لما تبقى فوق تبقى تحت. بس دول ثلاثه ابلكيشن شكلهم اه واحد مندوب والقايمه اهي القايمه اللي على الشمال بتطلع اهي. خافش يا عم خليك تعمل حاجات زي كده ان شاء الله. ان شاء الله والله ان شاء الله باذنك يا رب بدون مقاطعه باذن واحده ان شاء الله. ما كل الكلام ده احنا حتى عامل جوجل ماب اهو. خلاص عامل كده ثلاث تطبيقات. اه عامل كده ثلاث تطبيقات. عامل زي ايه؟ يعني احنا في تطبيق هنسلمه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. التطبيق ده بيقول لك بتاع اوفرز. التطبيق ده بتاع اوفرز. التطبيق ده بيقول لك عندك شركه بترفع الاوفرز ده وعندك ادمن بيضيف المستخدمين بتوع الشركات وعندك يوزر بيشوف الاوفرز. خلاص اه عندك ثلاثه. في ناس يعني انت ابلكيشن بتاع احلى محشي في مصر الابلكيشن ده ايه؟ هيبقى اثنين بس يوزر وادمن. انت اللي هتعمل المحشي وهم اللي يطلبوا المحشي هم ياكلوا بس. انت ما فيش حاجه وسيطه ثالثه، ما فيش حد وسيط فاهمني. لو كنت هتوصل دليفري بس مش انت، ناس ثانيه بتوصل دليفري كنت هتعمل ابلكيشن للدليفري. هنا برضو عامله ابلكيشن للمندوب اهو على فكره. هنا عامله ابلكيشن للادمن والكاستمر اليوزر والمندوب. خلاص بس بصراحه شغل محترم يعني. دي في هنا برضو بالمناسبه على هنا 7 ستيبس تو ديزاين موبايل ابلكيشن. استنى كده يا رب اجيبها لك اهم. دي حتى والله كنا اول السنه دكتور عندنا لقيته قال لي يا اما انا بدور لقيت سبع مراحل بيقوم فيهم ان انت ايه. لا بس ما كانتش دي. استنى اهو. اول حاجه تحدد هدف الويب سايت بتاع، بس كلام عام يعني. تحدد الهدف بتاع مين الويب سايت الابلكيشن بتاعك. خمس اسئله تمام. دي حاجات برده بتبقى حلوه بصراحه في الشغل عشان بتسهل لك اللي انت كنت تسال عليها مستر حسن. بيقول لك ايه هو البرايمري يوز كيس فور ابلكيشن، يعني ايه الهدف الرئيسي للابلكيشن بتاعك، مين اليوزر اللي هيشتغلوا عليه، ايه تارجت، يعني ايدل تارجت ده اللي هو ايه ايه؟ اعتقد اللي هو ايه يعني؟ بالتارجت انهي جماهير بالظبط؟ يعني انت مهتم بمين؟ باكلة المحشي، بالتعليم، بكذا. ايه البيزنس ابلكيشن بيقول لك كريتش انجمنت ازاي؟ ده يعني ايه برضه البيزنس بتاعك. هاو ميجر ازاي تقيس نسبة نجاح الابلكيشن بتاعك؟ من عدد الداونلود، من عدد الريسيرفيشن. ده الطريقه ده الاولى. ليرن بيقول لك اتعلم من مين؟ زي المنافسين بتوعك. اللي هي بيقول لك نزل ريليتد ورك، نزل ريليتد ورك. بس ده بس ما كانش هنا اهي.
الحته اللي انت كنت بتقول عليها يا استاذ احمد، ارسم الانترفيس بتاعتك اهي. provide the expert with answer the following what are user need your application solve for، يعني اليوزر عايزين يحلوا ايه. عندك بعد كده المين بوينت current solution، النقط الاساسيه اللي هتخليك تقدر تحل الحاجه دي. عندك كلمه برودكت فور شارز برايمري، برده دي زي برده وهنا برده البيزنس ابلكيشن نفس الكلام. ديورنج ديزاين، هنا بقى حط خطه وانت بتصمم لعمليه التصميم اللي هو شكل التصميم انت عايزه. ميك تكنيكال سبيسيفيكيشن، اللي عشان تقدر الابلكيشن بتاعك سريع ولا لا. يعني الابلكيشن اللي احنا عملناه دوت اشتغلنا بيه، السيرفر احنا هنشتغل عليه تقيل موت. السيرفر احنا هنشتغل عليه اسمه سمارت اس عشان فري فري، لو حد عنده سيرفر ممكن بس هيضطر يديني فلوس انا بس بتاع نشتغل عليه. تقيل جدا لو حد يا اما ممكن انا هشتغل بسيرفر جودادي. انا هوريك السيرفر، انا عندي سيرفر هشتغل عليه، انا هوريك بقى السيرفر اللي انت ايه هتحجز عليه. طب تقيل جدا 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 الصراحه. ايوه بس جو دادي كده هيضطروا يشتروا. لا قصدي يعني انا هشتغل على جو دادي تمام. الفرق بس داتابيز، انا بدل مبني على السيرفر اي سي بي دوت نت سمارت اي سي بي دوت نت هوريها لك تكمين ازاي، بس انا عندي مبني على جو دادي عشان بصراحه جو دادي سريع عشان ده بفلوس. الاي اس بي ما سمارت اي سي بي دوت نت اللي هو السيرفر الفري صعب جدا. هنا بيقول لك ايه كرييت بيتا فيرجن، ده بينزلوها ديمو. انا بقول لك بكره الستبس، اكره اللي يجي يقول لي اعمل لي ديمو وابعته لي. اعمل له ديمو ان شاء الله، اقعد له 3 4 5 6 ساعات عشان اعمل له ديمو ويوافق يا ما وافقش. انا بقول له شكلك هيبقى كذا كذا كذا، وافقت اوكي، ما وافقتش مع الف سلامه. في ناس بقى بصراحه عملاء رخمين يقول لك اعمل لي ديمو، اعمل له ديمو. وفي دكاتره بتطلب كده في الجامعه تقول لك اعمل لي ديمو للابلكيشن. الديمو ده عشان يتعمل محتاج 5 ايام، ما انت بتعمله ديمو حاجه بسيطه، هو مش حاجه بسيطه في الاندرويد، هو فاهمين غلط. فانت بصراحه بتضيع وقت. انا بكره بقى الحركه دي اللي هو زي بيتا فيرجن كده. بعد كده لانش يبدا بقى في الفيرجن بتاعك، وبعد كده اعمل له ماركتنج، تعمل له تسويق. دي 7 خطوات دي تبني. برده كان في واحد تاني اعتقد كان ملف بي دي اف، دي 12 اي. ودول دول برده كان الدكتور عندنا جابهم والله في الجامعه. 12 12 ستيب برده اهي، وكانت بالصور دي بقى، هي دي اللي الدكتور كان جابها، هي دي اللي لقاها وبعتها لي بصراحه. استنى هو لسه بيحمل. اه لا لسه اهو، هي دي اللي جابها. How to build your first application in 12 step part 2. استنى ايه؟ لا لا لا، هو على فكره شارح، عارف زي بقول لك بيسموها ايه؟ ميثودولوجي. ميثودولوجي طريقه او ستراكشر، مش شارح يعني انك تعمل ابلكيشن. لا الميثودولوجي دي يقول لك ايه، ما يجي يقول لك ايه انت بنيت ابلكيشن قول لي الميثودولوجي بتاعتك مشيت ازاي. هي دي. استنى اما يحمل كده مع نفسه. اه طبعا شغلك انت ده بقى. احنا عرب عملنا كده في الحساب اونلاين. فين الادسنس دي؟ مش فاهم. اه دي لا 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 دي بس تقيل بصراحه. المفروض اصلا يقفلوا الويب سايت. انا عملت كده مره قفلوا ده. تقيل موت ده. بص شاب بيحمل ازاي عشان كده جشعين جدا. لا ده موت يعني. بص عشان كده بفتح ابلكيشن تاني اشوف حاجه. اهي يا محمد سكتش يور ايديا. بص برضو حدد هدفك نفس الاسئله. شوف الايديا بتاعتك الفكره بتاعتك. شايف بيجين بلاي اوت كرييتيف مش عارف ايه ديفاين تيست بلان كولكت داتا بعد كده رن وتشوف الشغل هنا. بعد كده هنا اهي اللي انت بتقول عليه يا ابو حميد اهي. عشان كده قلت لك شغل محترم. لا دي من ضمن خطوات على فكره بيلد ابلكيشن اهي. شايف بيبدا ايه اهو السبلاش اكتيفيتي اللي هم حاطينها يا احمد. تمام عندك هنا ديفاين باك اند يور ابلكيشن اللي هي ايه باك اند الادمن
شغل الادمن اهو. تشيك يور موديل، جيتنج بيلدنج، ابدا بقى ستيبس ديزاين ذا لوك، برده هنا نفس الكلام، بيبدا يحسن الكالندر دي. شو لا دي بص بقى، لما يجي يشتغل تعرف حاجه زي كده، تعرف ان هو جايب تمبلت وشغال عليه. تمبلت يبقى مش شغال اندرويد، شغال بقى سي اس اس وجي كويري، اللي هو شغال على ايه، بلاتفورم كده اللي هو زي ايونيك او زامرين، اللي هو ايه شغل بيسمى ريسبونسيف، ما بتسماش ابلكيشن في الاخر، ريسبونسيف. في ناس بتشتري شكل تمبلت وتبدا تشتغل عليه، تيجي هنا موديفاي، تبدا تعدل، تبدا تعمل تيست، تعمل ريليز. دي اتفتحت حضرتك هنا فوق، تعمل ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ بالنبي بكتب لي على الجروب، فكرنا اجيبها، عندي الصوره بتاعتها فين. خلاص بعد ما بتخلص ده بقى حضرتك كده تبدا تبني على الداتابيز بقى. بس ثواني بقى، هعمل بس اند للسيشن بسرعه عشان ايه، ما خلينا قاعدين بس احنا ايه. لا تعالى بقى نشوف مين اللي غايب، بدل ما اقعد ادور كل واحد يعني، مين بقى اللي غايب؟ نهم بس وعبد الرحمن. ايوه ما برضو ما يتسجلش يعني اعتقد. بس تعمل اند بقى، هو كرسيكم اللي هو انا واحد بدا يوم كام ده؟ هو ده هيخلص يوم 18/12، هو كان هيخلص يوم 16. نقرب ايه، ناقص شهر، ناقص شهر. انا محتاجنا طبعا نزود. لا مش زودت، مش احنا اعتذرنا مره، المره بتتشفت ما تتلغيش. شو كان هيخلص يوم 16؟ المره بتتشفت يا جماعه، مفيش حاجه تتلغي، المره اللي بنعتذر فيها بتتشفت يوم. لا لا انت ليك تيجي 82 ساعه، تاخد 82 ساعه ايا كان بقى تحت اي ظرف، مفيش هنا عادلين قوي. بص بقى يا سيدي، تعالى بقى نبدا نخش، مش هنبنيها بس نبدا بقى ايه ناسس، عشان كل واحد بقى يبني سيرفر. يا مصطفى وبشمهندس، اول حاجه حضرتك بعد ما بتخلص الرسمه دي تمام، والرسمه دي تبدا تبني بقى على الداتابيز. قال لك تستخدم برامج لانشاء قاعده البيانات، اتفقنا ان احنا عندنا في اكسس وفي ماي اس كيو ال وفي اوراكل وفي سيكوال سيرفر. اشهر اثنين ماي سيكوال واس كيو سيرفر، اشهر اثنين الاكسس السيكوال سيرفر. سيكوال سيرفر، سيكوال سيرفر افضل بكتير من الماي سيكوال. ايوه ما هو سيكوال سيرفر، اس كيو ال سيرفر مش اس كيو ال. في لغه اسمها لغه اس كيو ال اللي هو ستاندرد كويري لانجويج، اللغه دي لغه قواعد بيانات. اللغه دي ميزتها بصراحه كان نفسي تطبقها في البرمجه بس للاسف محدش عملها. اللغه دي ثابته وطريقه السنتكس بتاعتها ثابته على مستوى اي برنامج خلقه ربنا بيعمل قواعد بيانات، هي دي الميزه اللي فيها. مش زي الجافا ليها طريقه والسي شارب ليها طريقه والسي بلس بلس، لا الاس كيو ال اشتغلت اكسس هي اس كيو ال، اشتغلت اوراكل هي اس كيو ال مع اختلافات لا تتعدى 1%، اشتغلت اوراكل هي الاس كيو ال مع اختلافات لا تتعدى 1%. كلام فاضي جدا الاختلافات، مش اللي درس فيجوال بيزك دوت نت واللي درس سي شارب اختلاف فظيع فظيع. كنا بنعرف المتغير ديم اكس از انتجر، نكتب كده نيجي في السي شارب انت اكس، شكرا، اختلاف فظيع. عشان كده اللي نقل من فيبو دوت نت لسي شارب اتجنن اتجنن، وتلاقيه ممكن يعني في ناس كتير جدا اتعقدت من التحويل ده وراح قالوا لا مش هنكمل مش هنحول، عارف شمال جنوب. اما الاس كيو ال ميزتها بقى دي لغه بتبني قواعد بيانات، لغه يعني عندك طريقتين لبناء الكود، بناء قاعده بيانات، يا اما تكتبها كودنج يا اما تعملها ايه كليكات دراج اند دروب. طبعا انا ما بفضلش كتاب الكودنج، طالما في طريقه للدراج اند دروب ما ضيعش وقت فيها، ضيع وقت في البرمجه.
استهلك الوقت ده في الكودينج. يعني كده عايز اطلع لك الكودينج اطلعه لك بعد ما اخلصه، وهما الاثنين واحد في الاول وفي الاخر، مفيش اي ميزه عن الثانيه. بس الوقت اللي انا استغله في تصميم قاعده بيانات انا استغله في البرمجه احسن، هو ده الفكره. تمام. طيب اول حاجه احنا هنشتغل سيكوال سيرفر. الاوراكل طبعا محتاج لايسنس غالي، ده رقم واحد. طبعا هيبقى توب بس سيرفراته غاليه. الاكسس ما بيدعمش الشبكه فما ينفعش تطلعه اساسا ما استخدمه خالص. يبقى انت بتلعب يا في ماي سيكوال يا في سيكوال سيرفر يا في اكسس يا سوري يا اوراكل، الثلاثه دول. طبعا الاوراكل غالي جدا، يبقى احنا بنلعب في السيكوال سيرفر وماي اس كيو الاثنين دول. طيب كده كده ما عنديش كورس بعديه يعني. لغيته اساسا. احنا هنقعد شويه بس كده نخلص الجزء ده، نبني بس الايه اليوزر نيم باسورد. في كذا سيرفر بيبني قاعده بيانات. عندك طريقتين، يا تبنيها اوفلاين على جهاز حضرتك باستخدام سيكوال سيرفر اهو اهو اس كيو ال سيرفر اهو 2012 بتسطبه كده، هتتبني على الجهاز بتاع حضرتك بتاع البيت يا محمد، هيتبني على جهازك اللي في البيت. طب ايه المشكله؟ طب مبني على جهاز اللي في البيت. قال لك بس انت دلوقتي عايز السيستم بالابلكيشن بتاعك الناس كلها تدخل من اي حته، لو بنيته على جهازك في البيت اي يوزر حابب يستخدمه هيجي يقعد تحت البلكونه عشان يخش من نفس الشبكه بتاعتك. لازم يكون الداتا بيس فين؟ معمول على جهازك البيت. جهازك بيتك مفتوح؟ اه، الناس هتقدر تدخل عليه، بس امتى؟ لما يخشوا على نفس الشبكه اللي عليها الجهاز السيرفر اللي هو جهازك انت من الواي فاي بتاعتك. يبقى لازم كله يجي يقعد تحت بيتك، وده مش منطق. المفروض تبقى حاجه اونلاين ومرفوعه. قال لك عشان كده احنا هنشتغل اونلاين. لو كنا هنشتغل هنا السيستم بتاعنا الابلكيشن بتاعنا عمره ما هيشتغل الا واحنا في المركز. اما احنا لو خلصنا الابلكيشن وانت خدته وحبيت تشتغل بيه بره اشتغل براحتك، هو ده الاونلاين. طيب احنا هنشتغل للجزء الاونلاين. طب عندك الاونلاين تحجز سيرفر اونلاين. قال لك في طريقتين، يا تحجز سيرفر فري لمده 60 يوم تمام على سمارت اي سي دوت نت. تمام هناخده 60 يوم وهنشتغل عليه مفيش مشكله. تمام وده اللي احنا هنشتغل عليه. يا اما تحجز بفلوس جو دادي. طبعا احنا انا لما احسب الفرق لما اشتغلت الكورس الاولاني مع جو دادي عمري ما قلنا تقيل. بعد كده بيني وبينكم صاحب الشركه عرف قال لي يا امام النبي عشان الداتا بيس تقلت انا عارف انك حملت على السنه وقلت له ايه طب ممكن الغي لي بقى اصل انت الحته انت عملتها فلغيت ما قدرتش استخدمه تاني. رحت قلت اما نشتغل سمارتر. عايز اقول لك بفتح الابلكيشن اهو هنروح بعيد ليه؟ الابلكيشن تقيل موت 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 جدا بصراحه. بص اوفرز اوفر كامبني ده اللي عاملاه. ثواني هيفتح هو ده لسه ما عملناش حاجه المفروض يفتح على طول لسه invalid column index 9 الله ده هي بتشتغل حاجه وشكلها عندها ايه. اسمعني بص بدوست على الكامباني عشان تفتح. بص شايف التقل؟ شايف شفت الشبكه وقفت ازاي؟ اوفرز. بص المفروض هيطلع هنا الاوفرز. بياخد وقت كبير. هو اللي عاملين مش هو اللي بيتكلم؟ ايه؟ اه طبعا عاملين هو بيتكلم طبعا السيرفر، بس احنا كنا بنتست على حاجه ايه قبل ما العميل يشتري لسه ما حملهاش وكده. فعلا كانت بتاخد وقت كتير جدا. وقت بشع يعني عشان نعمل حاجه زي كده. فعقبال ما بيظهر يحل لنا ويحييك المولى بقى ان شاء الله. السمارتر اللي هو الفري كده اللي كان سريع بصراحه جو دادي. جو دادي ده لما ايه سريع. فانا ما حسيتش بالحركه دي غير لما الاقيه لما نقلت. بص اساسا بيهنج اساسا الجهاز لسه بقى عقبال ما يفتح بقى ان شاء الله. بس انا عندي واحد تاني، عندي واحد تاني بتاع شركه تانيه هشتغل عليه. فانا بقول لك ده اللي هنشتغل عليه. طيب احنا هنشتغل فين حضراتكم؟ حضراتكم هتشتغل بدل ما تشتغل طبعا في الشراء، محدش هيروح يدفع له 1100 عشان يتست حاجه، لا انت تست عادي على الشغل بالسمارت اي سي بي دوت نت واشتغل عادي. طيب نيجي نعمل ايه بقى؟ قال لك هتخش على سمارت اي سي بي دوت نت. ايه؟ لا انا خلاص خلصت. بتقول ايه؟ بعد ما بنخلص الداتابيز يعني ممكن نسبورت مثلا خلاص تيست وعاوز اعمل خلاص بقى احجز جو دادي واشتغل عليه عادي وعادي اهو سمارتر اهو هو ده سمارتر اي سي بي دوت نت ده السيرفر.
هو ده. ده بيدي 60 يوم فري او حتى واحد بالك 60 دايز فري ترياتو، واخد بالك؟ جيت ستارتد، هتعمل اكاونت. بتقول ايه يا محمد؟ اكيد منه فلوس هيبقى اصلا، اكيد طبعا هيبقى فلوس اصلا. المهم الله اعلم، ما جربتش بس صعب اشتري من عليه. بس بيني وبينك يعني جودة دي، جودة دي امان، امن بصراحه بالنسبه لنا احنا موقع امريكي، وبصراحه انا شغال عليه بقالي كتير جدا، امان جدا، سكيور قوي. هنضطر حضرتك هتكتب هنا اللوجن نيم، اي اسم يعجبك. احنا عاملين على مركز صيانه كار سنتر. بعد كده ايميل، طبعا تختار ايميل. انا مش هينفع اختار الايميل ده عشان الايميل ده اشتغلت عليه قبل كده، فمش هينفع اعمل الايميل ده. عندي باين ايميلات تانيه هنا، خروج عندنا اعتقد، اعتقد ده كان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باين ان شاء الله يعني. لم يتم اثبات ملكيتك. شغال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كان هو اشتغل تمام. بص بقى يا سيدي، هروح هعمل بالاكونت ده كده، هو ده اللي هعمل عليه الحساب. طبعا انت هتخش بالحساب بتاعك، ادي كونفيرم ايميل، وادي الايميل تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الله، طب ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9؟ ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9؟ واروح كل الكلام ده كله ساين اب نيم. هنوصل بس لحد بناء الداتابيز بس مش هنأخركم، عشان بس النص ساعه اللي راحت دي معلش. خلاص يعني. قال لك انا بعت لك فيريفيكيشن على الميل بتاع حضرتك. قول له طب ماشي شكرا، لسه 5 رسائل اهو. سمارت اس بي في بعده، قول له الف شكر. قال لك عشان تاكتف دوس دي. اه طبعا هخش بالاكونت بتاعي اللي هو ده. لا ما كانش ده، احنا قلنا كار سنتر صح؟ كار سنتر 1 2 ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نركز 3 0 8 كده، احنا بدأنا في الجد يا جماعة، ده بداية الشغل بقى. انت هتعمل كده اهو، انا كده اعتبر بشتري سيرفر بس فري، انت بقى تشتري سيرفر من جودادي. طيب اهو تمام، اعمل سيف. قال لك انا عايز ابني داتابيس. قال لك خلاص قلت راينا، عرفنا ان هو 60 يوم وكلام جميل. قال لك عايز الابلكيشن بتاعك او السيرفر بتاعك في اوروبا ولا امريكا؟ مش هيفرق معايا ده او ده، هو يعني قال لي مصر، مش هيفرق معايا هنا او هنا واحد. خلاص قال لي اسم السايت ايه؟ قلت له انا ولا عايز سايت ولا حاجه، ده انا كل اللي عايزه اللي استخدمه عشان محتاج الداتابيس منك. انت ممكن ترفع سايت اونلاين هنا، ممكن ترفع سايت اونلاين سايت كامل برضو لمده 60 يوم. خلاص قال لي، قلت له فهمت الشروط بتاعتك وفهمت كل حاجه، نكست. قال لي دي بيانات الاف تي بي، بيانات الهوستنج. بيانات الاف تي بي دي ما بنحتاجهاش غير ساعه السايت، ما بنيجي نعمل ويب سايت، واحنا اساسا مش شغالين ويب سايت، فكل ده ما يهمنيش. سبميت، انا كل ده بستخدمه عشان ابني قاعده ايه؟ بعد كده هروح للاندرويد واشتغل. خلصت. قال لي ماشي. قال لك هياخد من دقيقه، من دقيقه لثلاث دقائق. طبعا مش هياخد دقيقه خالص، ده هيصبر شويه، مفيش واي خالص. زي ما انت قلت كده، بس انا عملتها بالعند بقى. لا ده التاني بقى قال لا ما ينفعش، رحت انا قلت بقى بالعند، انا مش هاجل، ورحت اجلته عشان هما كان في يجي 7 عندهم 100 ترم. 7 هو نص كل الكورس طلب اساسا، فعندهم 100 ترم، فقلنا حرام يعني. فهو قال لا او مش لا او لا مش هقدر، لا الموضوع يبقى فريندلي. هو دخل بغشوميه، ما فيش حاجه اسمها، وطلع في الاخر ان البيه مؤجل له كورس من الكورس اللي فات، يعني مش من ضمن الفريق المجموعه الاساسيه. مش راح المركز كان بيقول لي بقى كمان لا يا ايمن الغي الكورس وخليه. بص عمل كده خلاص اهو، تروح داخل على كنترول بانل، داتا بيز اهي، هو ده اللي انا عايزها، ده اللي انا عايز اوصل له. ولا كنت عايز اف تي بي ولا سايت ولا سايتاي،
اهي تمام كده. تقدر تبني سيكوال سيرفر او ماي اس كيو ال، يعني هو بيديك الاثنين فري. احنا هنبني ايه؟ سيكوال سيرفر. وبعد ما اخلص سيكوال سيرفر خالص هخليك تشتغل على ماي سيكوال برضه. ايه اللي بيختلف؟ ثلاث كلمات بس، يعني هنعمل الابلكيشن ونخلصه وهقول لك غير دي وشيل دي وحط دي اتبع ماي سيكوال خلاص. بس ثلاث كلمات وهتلاقي اكواد واحده وكل حاجه واحده، يعني هو هو داتابيز ماي سيكوال. قال لي اسم الداتا بيز ايه؟ الاول هتتبني على سيكوال سيرفر كام؟ عندنا فيرجن والله اللي انا اعتقد اللي هنا 2012 اهو 2012 خلاص 2012. لو عندك انت سيكوال سيرفر في البيت 2016 ليه؟ اصل انا بعد كده مش هخليك تفتح داتا بيز من الموقع، هتقعد تلف كل، هخليك تفتحها منين؟ من البرنامج، تكونكت على السيرفر على طول من البرنامج، مش هخليك تخش كل الخطوات دي مره ثانيه. ليه يعني؟ ايه الهيصه دي كلها؟ بالظبط. لا لا مش اي ويندوز. طب سطب له، انت بتسطب برنامج سيكوال سيرفر، انت بتسطب برنامج سيكوال سيرفر 2012 2014 2016 از يو لايك. اللي على الهارد معايا انا هنا، فين الهارد؟ 2016. يبقى في الحاله ديت هتختار 2000 وكام؟ بص 2008 قال لك ايه؟ نط يعني قال لك ما انصحكش بيه، قول له ماشي. الداتا بيز بتاعتك كار سنتر؟ اه خليها كار سنتر. هنا الباسورد هستخدمها كار سنتر اللي هي برده مش عارف كانت ايه، والنبي خليكم نحفظها 1 2 3 4 5 6 ات 7 8 9 سبميت. الكوتا بتاعتك حجمها، قال لك داتا بيز ايه؟ اتكريتد. فين هي بقى؟ دوس على اكشن كده ويب كونكت. ويب كونكت قال لك حط لي الباسورد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 ات 7 8 9 كونكت حفظ. الداتا بيز اهي، التيبل اهي، في جداول؟ لا. لو عايز تبني جدول بسيط كده ران كويري كرييت تيبل اي اسم، كورس 11 على اسم الشغل بتاعك، في ايه؟ في اي دي، نوعه رقم صحيح برايمري كي بس، ونيم نوعه فرد شار، هبقى اشرح لك الحاجات دي 50 كده. انت بتبني جدول بالاكواد، ده كده لغه الاس كيو ال. انا بقى عشان تبني ما شاء الله عند حضرتك 10 جداول وزاد واحد بقى 11 بميني تو ميني، وكل واحد مليان يجي 5 6 10 حقول، اخليك تقعد تبني بالكود كده؟ ده انت لو نسيت سيمو كون هيقول لك ايرور، لو نسيت كوم هيقول لك ايرور. لا انا هخليه كله ايه؟ بالايه؟ بالماوس سبميت. قال لك انا كده كريت جدول اهو، الجدول الكاريت اهو والبنات اللي فيهم. انت بقى عشان ايه؟ الاي دي والنيم اهو كده، انت بنيت جدول. لو عايز تحط فيه داتا اهي، اقف عليها كده، لا مش دي سوري دي اهو. وعايز تعمل انسيرت نيو ريكورد اهو، سجل بيان واحد عبد الله انسيرت اهو نزل، اتنين احمد حسن انسيرت. طب انا كل شيء افرض بقى النت تقيل عندي وهخش على موقع زي كده، ما ينفعش اكونكت عليه من هنا؟ قال لك ينفع. طب تعمل ايه؟ قال لك تديني السيرفر نيم واليوزر نيم وايه؟ وهخليك تكونكت. اجيبهم منين يا عم الحاج؟ بص يا باشا، الداتا بيز بتاعتك ايه اللي انت دي خلاص انساها بقى، مش انت دوست على اكشن ويب؟ انزل تحت حاجه اسمها كونكشن سترينج، السيرفر نيم اهو، سوري اهو ده السيرفر نيم، سورس يساوي ده السيرفر نيم اهو يا عم، انا عارف عشان دي نفسي. اليوزر نيم اهو اللي هو اليوزر اي دي اهو، الباسورد بيقول لك يور باسورد اللي هو ايه؟ 1 2 3 4 5 6 ات 7 8 9 والنبي اقول له سيفه كونكت. كده انا بعمل كونكت من الداتا بي من هنا على الداتا بيز. هتلاقي احنا عملنا كام جدول هناك؟ كام جدول؟ واحد واحد، في اتنين ريكورد بيعمل كونكت، ولازم طبعا يكون في نت. هنبني بقى الداتا بيز من هنا، واي حاجه تتبني هنا هتسمع فوق على السيرفر، ولو اتبنت فوق على السيرفر هتسمع هنا اهو. الداتا بيز اهي، ادي الداتا بيز كارن سنتر،
ادي التيبل، ادي اهو كرسي 11 اهو، افتحه كده ايديت عشان اشوف اللي جواه. كده بيبص بقى هو عيبه ده بقى عيبه، وفي عيب في جو دادي ابن لذينه لو كونكت على السيرفر تمام، والسيرفر بتاعي واللي انا حاجزه اهو، بس عبد الله احمد حسن بيجيب كل الداتابيز اللي موجودين على جو دادي كلهم. اي نعم ما ينفعش تاكسس على حد غير بتاعتك، بس جايبهم. حاولت ادور على طريقه ان انا اخش على الدوس بتاعتي، ما دي بتتقل لي، بتتقل عندي، بتبهدل لي الدنيا اساسا يعني. برضو عيب بصراحه هنا بوريك ساعه جو دادي بيعمل كونكت على السيرفر، بيجيب لي الداتا بيز بتاعتك وبتاعته وبتاعته وبتاعته، وانا ما اعرفكمش انتوا، كل اللي انا اعرفه ان انتوا باينين على جو دادي، بس ما تقدرش تفتحها. اه بس جايبها، ولاقي من ضمن اختيار من ضمن الداتا بيز بتاعتي يعني موجوده. بص لو بنيت جدول بقى، كليك يمين نيو تيبل، ولا كود ولا كودايه بقى، انا المره اللي فاتت بنيتها بالكود. كليك يمين نيو تيبل، عايزين خلال الشهر ده يزودوا السرعه بصراحه، عشان كده احنا ايه اهو مثلا هنقول نمبر اي ان تي، هبقى كل الكلام ده هشرحه لك يعني اي ان تي والكلام ده كله، بس انا بس بوريك ان احنا نبني جدول. مثلا كاستمر نيم ماشي، ادرس ماشي، عايز تعمل ده برايمري كي اهو، سيف سميه كاستمر. هنا كتبت كود، لا بنيت الجدول بالطريقه دي، وشفت هناك كنت بنيت جدول بالطريقه الكودنج. الكودنج ده هو الاس كيو ال اللي هو كان محمد فتحها الموضوع الاس كيو ال. خلاص هنا طريقه الدراج اند دروب، اعمل ريفرش للجدول هتلاقي نزل. تعالى بقى اعمل ريفرش هنا كده، تيبل في كام جدول اللي انت بنيته من هناك، سمع هنا، واللي بنيته من هنا سمع هناك، خش عليه كده هتلاقيه نمبر ونيم بس. فاحنا هنا هنبني من هنا، مفيش بقى في الجد هنا ان انا ابني بالطريقه دي اختار كده واكتب وكليكات، لا هنا لازم ابني كودنج، مش موجوده، مش موجوده غير لازم ابني كودنج عن طريق ران كويري واكتب الكود هنا. لما ده وجع دماغ خلاص، فعشان كده احنا هنعملها ايه من دي، وهنا اسهل من دي. وبدل ما كل شويه تخش على السايت تدخل يوزر نيم وتدخل باسورد وتخش من على الزرار ده وبعد كده تخش على الزرار ده، طريقتها تبني من هنا. يبقى حضرتك هتبني لي، هتجهز لي الاي ار والريليشن، وبعد كده تبدا هتعمل لي ميل ونسجل ايه الداتابيز عليه، وهو ده اللي هنبني الداتابيز عليه. الداتابيز عليه هنبني الداتابيز، مش تاخد نص ساعه بالظبط. بعد كده نبدا نخش نبني ابلكيشن، نبدا بالريجستر واللوجن، ابدا بقى اسجل بيانات ودوس تسجيل تتسيف في الداتابيز، ابدا اعمل لوجن يتشيك لو لا يدخلني، لو مش يدخلني على السيستم. ابدا بقى ايه نشوف بقى شكل السيستم، هنتخيله مع بعض زي ما هنا ايه زي ما اصحابك عاملينها. خلاص وقف بقى الفيديو ده.